مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتبعوا معنا في هذه اللحظات، المباني المهدده بالانهيار والضياع لا زالت، يعني عمليه الترميم ديالها لا زالت مستمره، خاصه ان المسؤولين شافوا ان هذه المباني بدات كتضيع الواحده تلو الاخرى، وكل مره وحده كيطيح منها طرف كون تدخل ديال رجال الوقاية المدنية وكون تهديد كذلك السلامة ديال المواطنين. هذا الشيء اللي خلى ان المسؤولين يدخلوا ويوقفوا النزيف او ضياع هذه المباني. انا فعلا يعني ما خاصناش الضياع، وخاصنا اننا نبقاو يعني محافظين عليها. يعني ملي كتشوف مثلا المباني اللي كانت قديمه واللي كانت عاطيه واحد الزينه للعاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه، وخاصه هنا وسط المدينه يعني بالقرب من بلاصه بني عبد الله، فهادشي بدا كيضيع. فشنو خاص؟ خاص انه يرجع، ولا ما رجعش خاص الترميم، يعني الترميم من اجل الحفاظ عليه. إذا كيف ما كتشاهدوا مشاهدينا، عملية الترميم لا زالت مستمرة وسط المدينة. كاين مجموعة من المباني اللي بداو مجلس استعمالة الدار البيضاء الترميم ديالها، لأننا مقبلين على جوج ديال التظاهرات كبيرة. أول تظاهرة هي كأس إفريقيا اللي غتنظم هنا في المغرب سنة 2025، والتظاهرة الثانية هي كأس العالم اللي غيكون ملف ثلاثي ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال سنة 2030. بطبيعة الحال يعني خاصنا نهيئوا وخاصنا نقادوا وخاصنا نوجدوا الجوج من أكبر التظاهرات لا على الصعيد الإفريقي أو القاري، لا على الصعيد الدولي. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، كما قلت لكم قبل، عملية الترميم ما زالت مستمرة خاصة يعني ظروف يعني حركة عادية، وحاولوا يعني العمال أو الشركة المختصة أنا هدير يعني الشبكة هذه باش تحمي من أي طرف يقدر يطيح أو أي حجرة وتهدد السلامة ديال المواطنين أو الراجلين أو المارين من هذا الطريق. كما كتشاهدوا معنا يعني على طول المبنى كله مغلف وكله بدا فيه الترميم. بطبيعة الحال هذه مبادرة زوينة يعني وعملية مزيانة، يعني إذا داروها وإذا قاموا بها يعني وبداو يخدموا وكملوا هذه المباني راه شي حاجة اللي مزيانة. يعني أول حاجة غنحافظوا على هاد التراث يعني اللي كان من ايام الاستعمار، وبعض المباني اللي بنوها الفرنسيس يعني بالتقاليد ديالهم بالشكل الهندسي ديالهم بالمعمار ديالهم بنوها هنا في المغرب في ايام الاستعمار.